أخبار اليوم. نسرح. فكرة ان احنا النهاردة موجودين طبعا بمناسبة البرنامج طبعا بتاع مجدي الهواري البرنامج الجديد. فكرة ان هو معمول في مصر وان هو حاجة هتبقى معروضة في كل على القنوات لكل العرب، دي هتبقى نوع من تنشيط السياحة الخارجية وده مهم جدا. فأتمنى له النجاح في البرنامج، واتمنى ان هم لما يبقوا شايفين حته جديده، لان مش ناس كتير قوي، يعني ناس كتير جم مصر لكن ما عمرهم ما جم ناحيه سهل حشيش. اتمنى ان هم لما يشوفوها يعجبوا بيها ويجوا. الفتره اللي جايه بالنسبه لي بحاول ابقى نشيطه، يعني بقيت انشط من الاول الحمد لله. وربنا يسهل يعني ابقى بشكل عملي بعد كده ان شاء الله بعد رمضان. يعني لسه احتمال يبقى في حاجه سينما، لكن لسه شويه يعني بعد رمضان ان شاء الله هنشوف هنقرر.